مع مرور شهر كامل لسيادة العقيد لهذه العمليات العسكرية والغزو الروسي على أوكرانيا، ماذا حققت باعتقادك روسيا من أهدافها حتى الآن؟ روسيا من أهدافها التي أعلنت عنها في بداية دخولها لأوكرانيا لم تحقق ولا هدف على الإطلاق، لأنها حتى هذا التاريخ لم تسيطر سيطرة كاملة على قرية في أوكرانيا. والبارحة لمسنا تراجع للجيش الروسي على المحور الجنوبي من مدينة كييف العاصمة، لذلك ومؤشرات كثيرة تدل على تخبط روسيا وعدم قدرتها على التخطيط ودخولها بدون تخطيط. عزل رئيس المخابرات الروسية ونائبه وهم الآن قيد المحاكمة، وغياب وزير الدفاع لنهاية الأسبوع الثاني، اليوم 14 يوم لم يظهر وزير الدفاع، وكل مرة يعني تتحجج روسيا بشكل.